شاب صغير يبلغ 17 من عمره وهو عاق لوالديه وخاصة لوالدته، لا يسمع لها كلمة أبدا، وأحيانا يقسو عليها بالكلام في غياب والدي، وهي بحاجة للمصروف وهو يعمل ولا يعطيها شيئا إلا نادرا، ويحاول أن يسرق بعضا من المال إن وجد بين يديه وإن كان بحاجة إليه، ويسرق بعض الأشياء التي يحتاج إليها. فماذا نفعل معه؟ وكيف نتصرف معه؟ وكيف نعامله؟ وهل من وسيلة أو طريقة لإصلاحه؟ مع أن والدتي دائما تدعو له بالهداية ونحن كذلك. أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله الخير الوفير في الدنيا والآخرة، وحشركم مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حقوق الوالدين من أكثر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فحق الوالدين عظيم، ولا سيما حق الوالدة، فإنه آتى من حق الوالد، وعقوقها أشد وأشد من عقوق الوالد، وإن كان الكل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. فعلى هذا الولد المذكور أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يبر بوالدته ويطلب مسامحتها. وأما أنتم فما تقولون به من نصيحته وتذكيره بالله عز وجل، فهذا أمر واجب عليكم، وقد قمتم بواجب عظيم، فاستمروا في موعظته ونصيحته. وكذلك من علامة توفيق هذه الوالدة من علامة توفيقها أنها تدعو له بالصلاة والخير ولا تغضب عليه، فإن هذا علامة على توفيقها وعلى أن الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا، فلتستمر في دعائها لابنها لعل الله أن يهديه. جزاكم الله خيرا. ماذا عن الجلساء شيخ صالح؟ حسبت أن الجلساء عليهم مدى عظيم. الجلساء إن كانوا صالحين فإن جليسهم يستفيد منهم خيرا، وإن كانوا فاسدين فإن جليسهم يستفيد منهم شرا، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحييك يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وأما جليس السوء فكلا فخلتي، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الجليس الطيب لا يفقد صاحبه، وكذلك المصاحب والقرين لا يفقد صاحبه وقرينه وجليسه، لا يفقد الخير من ورائه أبدا. فما أن الجليس السيء والقرين السيء والصاحب السيء لا يسلم صاحبه من شره، فمقل ومستكثر. فعلى الإنسان أن يختار الجلساء الصالحين وأن يبتعد عن جلساء السوء وقرناء السوء. جزاكم الله خيرا. إذن تنصحون هذه الأخت وتنصحون والدتها بأن يختاروا بهذا الشاب جلساء صالحين لعله يتأثر بهم؟ نعم، يحثه على مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار، وإذا كان هو يخضع لاختيارهم يختاروا له الصحبة الطيبة. طيب جزاكم الله خيرا.